صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد، وطبعا اكيد الحدث الاهم والاجل والاكبر واللي يمكن كلنا اكيد بنتابعه، واكيد كلنا طبعا لسه هنتابعه بخير. نهارك سعيد، هو رحيل ووفاة البابا شنودة. صباح الخير يا صباح عايدة، الخير. صباح الخير يا شيخ. دينا. صباح الخير يا مريم. صباح الخير. صباح خلونا نبدأ مع حضراتكم على طول، ونقول انها دايما عايزة بس قبليها ابتدي. كانت مقولة للراحل بابا شنودة، ومصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. يمكن احنا عندنا فقرات كتيرة جدا النهاردة، ومنها فقرة هيكون فيها أستاذ رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة القبطية، وطبعا الموضوع هيكون أكيد عن تنيح البابا شنودة. النهاردة معظم فقرات معانا هتكون على طبعا وفاة البابا شنودة، وداع البابا شنودة، فهيكون معانا فقرة خاصة مع الكاتب الصحفي أستاذ جمال الأسعد. وامبارح أعتقد كلنا يعني اللي ما كانش في الشارع كان بيتفرج على التلفزيون وشاف قد إيه كان في ناس متجمهرة حوالين الكاتدرائية وفي كل أنحاء مصر حزنا على وفاة البابا شنودة، وكمان كان في شوية قلق على إيه اللي هيحصل بعد كده مش فقط على وداعه. فهنتكلم اكتر في الموضوع ده النهارده مع استاذ جمال الاسعد. اكيد كمان من ضمن ضيوفنا، واللي يعني هم مش اول مره يكون معانا في نهارك سعيد، هو القمص انجيلوس، واللي هيكون معانا النهارده واللي هيتكلم برضه عن البابا شنوده، بس يمكن هيتناوله من ناحيه شخصيه شويه، او من قصته اللي هي فيها كتير. احنا اكيد من خلال الايام اللي فاتت ممكن يكون ناس كتير ما كانتش تعرف كتير عن حياه البابا شنوده وعن حياه الرهبنه وعن قد ايه هو كان فعلا شخصيه مختلفة جدا 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 ومتميزة جدا جدا. من خلال القمص انجيلوس هنعرف اكتر عن البابا شنودة من ناحية شخصية، ويمكن حاجات ما كناش نعرفها قبل كده عنه. غير كده كمان عندنا فقرة عن مسابقة معمارية بعنوان الخروج، و25 يناير مجتمع الحلم المصري، وهيكون فيها منورنا دكتور احمد يحيى راشد مدير مركز الاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية. خلينا نبتدي بفقرة الصحافة، وكاتب الصحفي أستاذ طارق سعيد مدير تحرير جريدة الكرامة. بس بعد الفقرة